السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم النهاردة في وصفة جميلة جدا. وصفتنا النهاردة من الطبيعة. وصفتنا جميلة جدا جدا النهاردة. تابع معايا الفيديو النهاردة تحفة جدا. الوصفة النهاردة لتخسيس الجسم. تخسيس الجسم وكمان تخسيس البطن وتخسيس الأرداف. النهاردة بجد الوصفة دي هتعجبك جدا جدا. بس واصبري عليها وهتشوفي نتيجة كويسة منها جدا. من الوصفات الحلوة قوي الغير مكلفة اللي كل مكوناتها موجودة في المطبخ. مش هتشتري حاجة خالص من بره. وهتخسس الجسم كيلو واحد في اليوم. يلا طبعا معايا الفيديو. المشروب النهاردة طعمه لذيذ جدا جدا. لو اول مرة تدخلي معايا القناة ما تنسيش تشتركي معايا وتضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب وكمان لايك كتير لايك كتير قوي للفيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. اول مكون هحتاجه معايا موجود في كل مطبخ وهو القرفة او الدارسين. هبدأ اضيف معلقة كبيرة من القرفة او الدارسين بالشكل ده. وكمان هحتاج معايا معلقة كبيرة من زيت الزيتون. هبدأ اضيفها. واخر حاجة هضيفها معايا في الوصفة ديت وهو الليمون. الليمون الحامض مفيد جدا جدا كمان للتخسيس ولتنظيف المعدة. القرفة ودارسين بتحسسك بالشعور بالشبع وبتخسس الجسم بكل سهولة. هبدأ اضيف نص ليمونة بالشكل ده من الليمون الحامض. نشيل بس البذر وهنقلب الخلطة كويس جدا. ممكن ان احنا نضيف العسل النحل. لو حابة تضيفي عسل النحل ممكن نضيف عسل النحل على الخلطة بتاعتنا دي. بيبقى طعمها حلو جدا. لكن طبعا ما ينفعش ان احنا نضيف السكر خالص. دي الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنتناولها كل يوم قبل الفطار وكمان هنتناولها قبل النوم. قبل النوم هي دلوقتي الخلطة بتاعتنا عبارة عن معلقتين. هناخد معلقة قبل الفطار وكمان هناخد معلقة قبل النوم. الوصفة دي هنواظب عليها لمدة 3 او 4 ايام. ووزني نفسك وتشوفي نتيجة كويسة. بتسد الشهية بتخليكي ما تحسيش بالشعور بالاكل. وكمان بتحسسك بالشعور بالشبع. بتحرق وبتفتت الدهون. وان شاء الله هتجيب نتيجة حلوة جدا جدا معاك. حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان شاء الله انتوا تستفادوا بكل وصفاتنا. وما تنسوش تحط لايك للفيديو وشير لاصحابكم. انتظروني في فيديو جديد مع يوميات جيجي. باي باي.